باقي من الزمن يوم واحد، مصريين كلهم الحقيقة عيونهم على بكرة زي دلوقتي كده. نكون بنستعد بقى لبداية اللقاء الحاسم، 90 دقيقة أخيرة، 90 دقيقة فاصلة بتشيل أحلام المصريين كلهم، مش بس منتخبنا اللي هيلعب بكرة في السنغال لتأهل لكأس العالم. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم، وهبتدي بقاعدة بسيطة كده شايفها يعني تهيألي مناسبة جدا لظروف مباراة بكرة. قاعدة بتقول smarter not harder، الذكاء في مقابل القوة. في أوقات كتير جدا في رياضات زي مثلا الملاكمة أو المصارعة، لما بيكون عندك خصم يعني جامد شديد قوي البنيان ضخم الجثة زي ما بيقولوا، ما بتبقاش محتاج أبدا تتعامل معاه بالقوة. وأنا شايف إنه منتخب السنغال بكرة على أرضه، مش هخدعك يعني مش هضحك عليك، منتخب السنغال بكرة على أرضه وسط جمهوره أقوى بكتير من المنتخب الوطني. لكن ازاي تتعامل مع القوة الغاشمة اللي هيلعب بيها منتخب السنغال بكرة، ده هو كلامنا النهاردة. ازاي تتعامل وتستغل الاندفاع والقوة والرغبة والدوافع الكبيرة جدا اللي عند منتخب السنغال في انها تسجل عشان توصل لحالة التعادل، وبعدين تفكر تزود حصتها من الاهداف عشان تاخد تذكرة التأهل. ازاي انت كمنتخب مصر وازاي انت كجهاز فني وكلاعبين تستغل حالة الاندفاع دي عشان توصل للقضية، عشان توصل للنوك اوت، توصل لضربه تضعف او تقضي او تسهل مهمتك وتقضي وتبعد على الحاله المعنويه والاندفاع الهجومي اللي متوقع ان منتخب السنغال يبدا بيه بكره في مباراه العوده، وتحول النتيجه لصالحك. ده السيناريو الامثل. ايه الخطه؟ ايه التشكيل؟ مين الاقدر على التعامل مع منتخب السنغال بكره؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، هل تبني خطتك على الطريقه اللي هيلعب بيها منتخب السنغال بكره والمتوقع؟ وده هنناقشه مع حضراتكم، هنطرحه على حضراتكم النهارده، لانه في وجهه نظر بتقول انه السنغال مش هيلعب بنفس الطريقه ولا بنفس التشكيل اللي لعب بيها معانا في القاهره، هيكون تشكيل وطريقه تبلغ عليها او تظهر فيها الطابع الهجومي بشكل اكبر بكتير جدا من الطريقه اللي لعب بيها النهارده. مين التشكيل الامثل؟ ما زال سؤال محير المصريين، وان كانت كل الامور بتقول انه الراجل هيعتمد على علي جبر وياسر ابراهيم في المقام الاول. والحقيقه احنا بنواجه مشكله مع الكرات العاليه والكرات او الالعاب الهواء بشكل كبير جدا في مباراه السنغال. نتمنى ان احنا ننجح في التعامل معها، واحده من اهم مصادر خطوره المنتخب السنغالي. شريف سالم هيكلمنا النهارده، ضيفنا طبعا في السادسه، هيكلمنا بشكل كبير جدا عن قرايته لمنتخب السنغال، عن ارقام منتخب السنغال في مواجهه القاهره هنا، وايه الطريقه والاسلوب الامثل اللي نلعب بيه ونستغل بيه نقاط ضعف المنتخب السنغالي ونقفل على نقاط القوه فيه. كل ده هيكون موجود معانا في حلقه النهارده. خليني ابدا معاكم طبعا، بما انه الحلقه كلها مصر والسنغال وريال، ريال كمان حاضر معانا النهارده، او الكره الاسبانيه بشكل عام، لان هيكون معانا لويس ميلا واحد من نجوم البارسا وريال مدريد ومكتشف عدد كبير جدا من اهم الاسماء في الكره الاسبانيه، هيكون ضيف علينا في السادسه. خليني ابدا مع حضراتكم باخبار النادي الاهلي واطمنكم على اول تمرينه قويه. يعني امبارح صحيح كانت عوده للمران مره ثانيه بعد راحه سلبيه استمرت 8 ايام، لكن تقدر تقول النهارده زي ما انتم شايفين كده في الشقه وعلى الشاشه، النهارده كانت تمرينه قويه جدا. الحقيقه تمرينه امبارح كانت تمرينه خفيفه، لكن النهارده الحقيقه كان تمرين اتقسم لثلاث اجزاء. محاضره فنيه من مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها مع اللعيبه على المرحله اللي جايه ككل. عندنا هيبقى ضغط ماتشات كبير جدا، سواء بدايه او انطلاقا من مباراه الحد ان شاء الله، مباراه في منتهى الاهميه في مباراه الاهلي والهلال في دوري الابطال، وبعد كده بقى تخش وترجع تاني لمسابقه الدوري، تبتدي الموسم بشكل فعلي. هيبقى عندك تقريبا كل 3 4 ايام ماتش، فبالتالي مرحله مهمه جدا جدا. اطمنكم على يعني عدد من لاعبتنا زي ما انتم شفتوا، يمكن محمد هاني بيشارك بقوه في التمرين، محمد محمود موجود، كريم فؤاد موجود، وليد سليمان موجود، محمود متولي موجود. كل الاسماء اللي كانت عليها علامات استفهام في الفتره الاخيره سواء بسبب الابتعاد او افتقاد اللياقه او الاصابه كلهم موجودين. صلاح محسن بيقرب جدا جدا، ودكتور احمد ابو عبله كوكا هو موجود قدام حضراتكم على الشاشه. صلاح محسن كمان دخل المرحله الاخيره
من التأهيل، برنامج التأهيل اللي اتحط له عشان يكون قريب من العودة بشكل كبير جدا. طمنكم على محمد عبد المنعم، كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم على إصابة عبد المنعم، هو بداية طبعا هيلبس ماسك وهيخضع لكشف طبي النهاردة عشان يتم التأكد من مدة غيابه وعودته مرة تانية للأهلي، كان إضافة كبيرة جدا. الأهلي بيعاني دفاعيا على الرغم من وفرة الأسماء، بشوف أن متولي عودته هتكون واحد من الحلول المهمة جدا الفترة اللي جاية، اتمنى يخش فورمة ويبقى جاهز يبقى فيت كده في الماتشات اللي جاية، لأنه أنا بشوف متولي من اللعيبة طبعا حظه قليل مفيش شك، لكن من ناحية الإمكانيات لا، متولي لعيب تقيل جدا جدا وممكن يبقى اضافه قويه جدا لخط دفاع وخط نص النادي الاهلي. هسيب الكوره واروح لاهلي مدينه نصر. النهارده كان الحقيقه في اجتماع مجلس اداره طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب في الاهلي مدينه نصر، وبمناسبه الافتتاح بمناسبه الاجتماع كان في كمان افتتاح اضافه جديده بيضيفها النادي الاهلي للبنيه التحتيه، مش بس في النادي الاهلي او في فروع النادي الاهلي لكن للرياضه المصريه، واحده من الرياضات اللي بشوفها قادمه بقوه وتقدر تراهن عليها في المستقبل، وبقى في حتى على مستوى العالم بطولات كبيره جدا بتقام، الكلام على رياضه البادل اللي اللقطه اللي حضراتكم بتشوفوها افتتاح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، العمري فاروق نائب الرئيس، ورتجي طبعا امين الصندوق واعضاء مجلس الاداره كلهم كانوا حاضرين، حتى كان في جيم لطيف كده هتشوفوه كمان شويه على الشاشه اتلعب في ملاعب البادل، اضافه زي ما قلت لحضراتكم. ومع الاهلي توقع بقى ان يكون ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان شاء الله باذن الله انه الرياضه دي، لان انا براهن عليها بشكل كبير والعالم كله بيراهن عليها، وانتشارها في مصر في الفتره الاخيره حجم الاقبال عليها من الشباب، رياضة لطيفة جدا للي ما شافهاش او اللي ما يعرفهاش قبل كده، هي رياضة ميكس كده تقدر تقول انها بين التنس والسكواش في نفس الوقت، ملعب تنس بس صغير شوية، مضرب مختلف الى حد ما، مضرب خفيف الوزن، اقرب لانه يكون مضرب راكت كحجم لكن الماتيريال بتاعته اشبه بالفوم، ظهر الملعب من اليمين ومن الشمال او من الطرفين يعني بيبقى زجاجي زي السكواش، بيسمح للاعب اللي بيمارس اللعبة ان الكرة لو وصلت للإزاز ممكن ياخدها مرة تانية قبل ما تلمس الأرض زي الاسكواش بالظبط، لكن معظم قواعدها بتتشابه مع التنس بشكل كبير، وأعتقد أنه الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بيقول أنها رياضة واعدة جدا. أتمنى أنه بصمة الأهلي عليها النهاردة تكون بتقول أنه مصر داخل الرياضة دي بقوة، ونشوف أبطال وبطلات، ما فيش رياضة دخل فيها النادي الأهلي إلا لما قدم لمصر الرياضة المصرية أبطال وبطلات جدد، فبالتأكيد طبعا إضافة جديدة ونتمنى أنها إن شاء الله تنتشر على مستوى الفروع كلها. الأهلي شغال كل يوم في حاجة جديدة، في افتتاح جديد على كل مستويات، في إنجاز رياضي، في إنجاز إنسائي، إنجاز اجتماعي، كل ده ملفات الأهلي حاططها وبيشتغل فيها بالتوازي مع بعض، عشان كده الحقيقة بنهني طبعا أعضاء فرع مدينة نصر بافتتاح ملاعب البادل النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله نشوف أبطال جداد قريب جدا. على كل الاحوال يهمنا جدا طبعا متفائلين وقلقانين، يعني عارف الميكس اللطيف ده، انك متفائل جدا ان شاء الله بعد العرض الكويس المحترم اللي قدمته لعبتنا في ملعب القاهره، عارف ان احنا كنا عايزين عرض اقوى من كده، كنا مستنيين اكتر من كده، لكن في النهايه النتيجه بتقول ان احنا وصلنا للهدف، وان شاء الله باذن الله باذن الله قادرين نحسم التاهل في داكار، لكن في نفس الوقت قلقانين لانه منتخب السنغال مش المنتخب السهل ابدا ولا المنتخب الهين، منتخب عنده قدرات كبيره جدا وعنده لعيبه على اعلى مستوى، نتمنى بس ان التوفيق يكون معانا ونقدر نخطف ان شاء الله باذن الله ماتش بكره، شايف انه هدف في ملعب السنغال يقربنا كتير جدا 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 من حسم بطاقه التاهل ويصعب قوي قوي سيناريو المباراه على فرقه السنغال، نتمنى ان شاء الله نكون موفقين في ده. يهمني اسمع رايكم طبعا بما احنا بنتكلم على المباراه الاهم على مدار السنه دي كلها مصر والسنغال، توقعاتكم لنتيجه مباراه بكره على صفحاتنا طبعا على السوشيال ميديا، اسمع رايكم، متفائلين زيي ونفسكم ان شاء الله باذن الله منتخبنا يحقق نتيجه ايجابيه بكره، ولا التشاؤم يغلب عليكم؟ لو متشائم ما تسمعناش صوتك، لكن لو متفائل خليني اسمع كده منتخبنا هيعمل ايه بكره ان شاء الله مع السنغال. نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا وندخل في التفاصيل مع حضراتكم، فاصل ونرجع لكم على طول. خلينا نتفق في البدايه انه مفيش لاعب في العالم كله، مفيش لاعب كوره بيلعب في اي حته في الدنيا ما عندوش فكره الحلم او الطموح
انه يلعب في يوم من الايام لنادي كبير، وخصوصا لو النادي ده كان بحجم نادي زي ريال مدريد او برشلونه الاسباني، وانك انت تلعب لاثنين من اكبر الانديه في العالم الريال وبرشلونه، ده اعتقد شرف كبير جدا حقيقه. يمكن اسطوره نمره 7 على وجه التحديد في البارسا شالها اسماء او شالتها اسماء نجوم كبيره جدا، يعني طبعا كلنا نفتكر، يمكن الجيل ده يفتكر راؤول جونزاليز، مؤخرا طبعا كريستيانو رونالدو، لكن من قبلهم طبعا كان في لويس ميلا، واحد من اهم نجوم ريال مدريد وبرشلونه، وواحد من الحقيقه الاسماء اللي قدمت للكره الاسبانيه عدد كبير جدا من النجوم اللي ما زالوا النهارده متالقين وبيلعبوا في الملاعب، منهم على سبيل المثال تياجو الكانتارا نجم ليفربول، سيرجي بيسكيتس نجم البارسا، جيرار بيكي نجم برشلونه ايضا، اسكو نجم الريال، وغيرهم وغيرهم، اسماء كثيره جدا الحقيقه من النجوم كان صاحب فضل كبير جدا في تقديمهم. اسمحوا لنا نرحب بواحد من نجوم الكره الاسبانيه ونجم طبعا كبير جدا في ريال والبارسا، لويس ميلا، ضفنا في السادسه. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك على وجودك معنا ومشاركتك في السادسه. مساء الخير على الجميع. مساء الخير لك وشكرا على التقديم الرائعة. شرف لي الزور على قناة الأهلي، وأنا سعيد لتواجدي معكم، لأن أعلم أن الأهلي فريق عظيم مثل الريال في أسبانيا، ومستعد لأي سؤال. يمكن هبتدي الحقيقه مع انتمائك، يعني العالم كله منقسم، اما مشجع للبارسا او مشجع للريال، انت لعبت للاثنين، لكن ميولك اكتر او يعني انتمائك اكتر بيكون لمين فيهم؟ يجب ان نعلم ان هناك العديد من الاختلافات والاشياء المختلفه بين ريال مدريد وبرشلونه، واشياء مهمه جدا انا سعيد اتحدث عنها باعتبار اسباني ومدريد، لكن انا مدريديستا، اعشق مدريد، بالرغم ان لعبت لفالنسيا ولعبت لبرشلونه، لكن في مدريد الامور في البيت الملكي مختلفه، والعقليه الاسبانيه ريال مدريد يطبقها اكثر من برشلونه. ريال مدريد هو الحقيقه الاعظم في اسبانيا، يصنع العجب ويصنع الاشياء العظيمه في اسبانيا ومدريد، وهو اهم نادي في اسبانيا مع كل الاحترام للبارسا، لكن من ارتدى تيشيرت مدريد اعتاد ان يقول هذا الكلام. ابدا معاك بقى بالمناسبه دي بالكلام على الكلاسيكو دي لوس كلاسيكوس، المواجهه الاخيره اللي جمعت بين برشلونه وبين ريال مدريد. الكثير توقعوا خصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه ريال في مسابقه الشامبيونز ليج وقدرته على انه يخرج واحد من اقوى الفرق المرشحه للقب البي اس جي، انه هيفترس برشلونه، وخصوصا انه اللقاء كان في ملعبه في سانتياغو برنابيو، ورغم كده خرجت المباراه بسكور تقيل جدا 4-0 لصالح البارسا. ازاي شفت المباراه دي، وايه هي من وجهه نظرك اهم اسباب خساره الريال؟ مشاهدة الفريقين يلعبون من بعض هي متعة، يجب أن أقول هذا الحقيقة. ريال مدريد مر بأوقات صعبة هذه المباراة، ولم يكن مباراة مدريد ولم يكن في يومه، لكن يجب أن أكون صريح، أن فريق برشلونة استحق الفوز واستحق الفوز العريض، ومن حسن حظ ريال مدريد أنه خسر فقط بالأربعة، لأن لاعبي برشلونة كانوا في يومهم وكانوا متألقون، وريال مدريد لم يحضر جيدا للمباراة، ولدي شعور أن برشلونة، بغض النظر أني مدريديستا وأعشق ريال مدريد أكثر من برشلونة، وأعتقد أن ريال مدريد كان أكثر تعبا وأكثر إرهاقا من برشلونة بعد خروج من مباراة الأبطال، وبرشلونة جاء إلى ملعب كبير لعب فيها العظيم من اللاعبون ودرب فيها العظماء من مدرب العالم تشافي، كان يعلم جيدا قيمة المباراة، لكن تشافي عرف كيف يفوز أمام أنشيلوتي وفي عقر دار سانتياغو برنابيو، وقال رسالة كبيرة لكل العالم أني أعمل عمل جيد بنفس اللاعبون الذين كانوا مع مدرب آخر، وأعتقد أن برشلونة سيعبر هذا المستوى وسيعود البارسا كما أمتع الجميع. لكن بالنسبة لريال مدريد خسر خسارة أريد أن أكون مذلة،
لان 4-0 في سانتياغو كانت للاسف اسوأ مباراه لمدريد هذا العام. طيب خليني اكلمك عموما يعني عن الليجا الاسبانيه، ويمكن العملاقين طبعا الريال والبرشلونه هم اللي بيدوا الثقل الاكبر لمسابقه الليجا في اسبانيا. الكلام الحقيقه عن وخصوصا بعد مرحله طبعا رحيل كريستيانو رونالدو وليو ميسي عن الفرقتين، الكلام الحقيقه بقى له فتره طويله جدا عن رغبه الفرقتين في استخدام اسماء كبيره جدا، كلام على ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن، عن كيليان امبابي مهاجم بي اس جي، عن محمد صلاح جناح ليفربول. من وجهه نظرك ايه الصفقات اللي بيحتاجها الريال والبارسا في الوقت اللي جاي، ومين الاسماء القريبه جدا للانضمام للريال او للبارسا في الموسم القادم؟ انت على حق، هذا واضح للجميع بالنسبه لمدريد. دعنا نتحدث عن تجربه قد تكون شبيهه بتجربه ريال مدريد، تجربه الاهلي. الاهلي عندما عانى في بعض الاعوام، لان اعلم الاهلي جيدا، قام بتدعيم الصفوف، وتدعيم الصفوف هو شيء اهم يجب ان يقوم به بيريز رئيس نادي ريال مدريد وبرشلونه ايضا. بالنسبة لي هناك العديد من اللاعبين، أعتقد من الأهم من ريال مدريد أن يقوم بعمل تعاقدات وأن يقوم بالاستغناء عن بعض اللاعبين، لأن بعض اللاعبين ريال مدريد يمكن أن يستثمر فيهم أكثر من جلوسهم على دكة الاحتياطي. الليغا تبقى الليغا، لديها العشاق ولديها الجماهير. أعتقد أن محمد صلاح قد يأتي إلى البارسا، لأن محمد صلاح مهاجم عظيم، هالاند أيضا. المشكلة دي برشلونة مشكلة اقتصادية، أنت تتحدث عن اثنين من أعظم اللاعبين العالم يحتاجون العديد من الأموال، إذا هالاند أو ليفاندوسكي. ونادي برشلونة يعاني من مشكلة اقتصادية ويعمل عمل كبير من أجل التوقيع مع عمل لاعب، عمل كبير من أجل التعاقد مع لاعب كبير، لكن مع تشافي الفريق ينمو ويقدم أداء رائع. وبرشلونة في أكاديمية لمسية لديهم العديد من اللاعبين الرائعون. برشلونة ريال مدريد سيقومون بعمل ميركاتو في الصيف قوي من أجل المنافسة على البطولات، لكن أعتقد أن مبابي قريب من ريال مدريد. قبل ما أقفل معك ملف الليجا، يهمني أسأل نجم كبير بحجم لويس ميلا، وخصوصا أنه الليجا نفسها بعيدا عن الانديه والانتماءات، الليجا بقى ليها جمهورها، اتعودنا مش بس بسبب اسماء النجوم لكن بسبب الكره اللي بيقدمها الريال او الكره اللي بتقدمها بارسا او حتى الكره اللي بتقدمها فريق زي اتلتيكو مدريد، انه المسابقه نفسها بقى ليها جمهور. كتير من الناس حست انه بعد رحيل ميسي ورونالدو انه البطوله فقدت جزء من بريقها من 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 قوتها. هل انت مع القواعد المنظمه للبطوله الليجا اللي حرمت نادي زي بارسا مثلا من قدرته على التعاقد او من تجديد التعاقد مع ميسي، في نفس الوقت اللي بنشوف انديه بقت ظهرت على بقوه على مستوى القاره الاوروبيه زي بي اس جي، تمويل غير طبيعي، تعاقدات بالمليارات، قدرت تحط نادي زي بي اس جي دايما في خانات الترشيح للبطولات الكبرى؟ هل انت شايف انه الليجا محتاجه لتغيير في قواعدها وفي اصول التعاقد، قواعد التعاقد مع لاعبين جدد؟ سؤال جاي. بعد كريستيانو رونالدو وميسي، اثنين من افضل لاعبي العالم على مر التاريخ، وانا اشعر بالاسف لذهاب كريستيانو وميسي خارج الليجا، لكن في النهاية هناك العديد من الأساطير الذين مروا على الليغا ورحلوا، ولكن كريستيانو رونالدو وميسي، ميسي قعد كتير في برشلونة وكريستيانو رونالدو قعد كتير في ريال مدريد، لكن الليغا تبقى الليغا. أنت تتابع الدوري الإسباني وتعلم مدى كمية الأساطير التي مرت على البطولة. الليغا لن تتأثر برحيل أي شخص، من الممكن أن تتأثر الآن، لكن في النهاية نحن نعمل من أجل منتخب أسبانيا، هو الشيء الأهم
من أجل أن نعمل من ذلك. لا يجب أن نفكر في الليغا من أجل بعض الفرق. لدينا أشياء في الماركتينج ومشاكل اقتصادية، ولكن دعنا نتقدم ودعنا نفكر في المستقبل. سنصنع كريستيانو آخر وسنصنع ميسي آخر، وأعتقد أنه من الأهم أن نتحدث عن برشلونة وما يفعله تشافي معه هذه الأيام، ويجب أن نتحدث عن فياريال، نتحدث عن أتلتيكو مدريد. لا يجب أن تتحدثون فقط عن برشلونة وريال مدريد. أعتقد أن الليغا ستبقى الأعظم في مر التاريخ، لأن الكرة الأسبانية والليغا الأسبانية هي من تمتعك وتمتع المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن. يذهب من يذهب، لكن لدينا مشاكل في الماركتينج سوف نتغلب عليها، لكن أقول للجماهير هذا هو هدف الليغا. نعمل من أجل أسبانيا، من أجل منتخب أسباني يفوز بالبطولات العالمية. هذا هو هدف الليغا، ليس تلميع النجوم. نعم أن تلميع النجوم شيء هام في أي بطولة، لكن الليغا لديها شيء هام وهو المنتخب الأسباني بالنسبة للفرق وبالنسبة للبطولات الدولية. قبل باجي للبطولات الدولية، خليني أسألك سؤال أخير. ورغم أنه نسبة الاحتمالات قد تكون ضعيفة جدا، لكن في كلام كتير وخصوصا بعد عدم نجاح ليو ميسي في الموسم الأول مع بي اس جي عن عودته مرة تانية للبارسا، وفي كلام بعد برضو يعني مرحلة هقول هسميها تخبط نوعا ما لكريستيانو رونالدو في اليوفي وأيضا مع مانشستر يونايتد، هل بترى أنه احتمالية عودتهم مرة تانية للبارسا والريال ما زالت قائمة، ولا هي مرحلة وانتهت خلاص من وجهة نظرك؟ مشاهدة ميسي، أنا أعتقد أن ميسي هو لاعب لبرشلونة. لعبت معه ليس كلاعب، لكن دربته وشاهدته، شاهدت كل ما فعله مع البارسا، ساعد الفريق والفريق ساعده، واختار التغيير. هناك أشياء كثيرة مختلفة مع ميسي في بي اس جي وميسي في البلوغرانا، لكن أعتقد أن ميسي في البارسا. كريستيانو رونالدو أيضا لاعب كبير، صنع العديد مع ريال مدريد، والآن ما زال لاعب كبير يصنع العجب مع مانشستر يونايتد. أعتقد أن من الأهم لكريستيانو رونالدو أن يستمر في الملعب أكثر من عام، لأن كريستيانو رونالدو ما زال لديه الكثير ليقدمه لأي فريق يلعب به. لكن بالنسبة لميسي قد يعود للبارسا، لكن لا أعلم ذلك، ليست لدي أي فكرة عن ذلك. من أهم شيء بالنسبة لميسي أن يفكر فيه الآن كيف يختم حياته، لأن ميسي على حافة الخطر. مهما فعل ميسي، لكن الختام شيء هام بالنسبة لأسطورة عظيمة كميسي وكل ما صنعه مع برشلونة. لا أريد مشاهدة ختام حياته بهذا الشكل. يهمني أسألك كمان عن بطولة الشامبيونز ليج السنة دي وحظوظ الفرق الأسبانية، مواجهة أو كلاش إنجليزي إسباني في دور الثمانية. تشيلسي حامل اللقب في مواجهة ريال مدريد، المان سيتي واحد من أقوى فرق أوروبا مش بس إنجلترا في مواجهة أتلتيكو مدريد. إزاي بتشوف فرص الأندية الإسبانية في تجاوز المرحلة دي، وإيه رأيك أو يعني وجهة نظرك في قدرة أي من الفرقتين على الوصول للمرحلة الأخيرة وتحقيق اللقب؟ أعتقد أن ريال مدريد لديه فرصة عظيمة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا. يجب أن يعبر تشيلسي، لأن لعبوا كثير أمام بعضهم البعض تشيلسي وريال مدريد، وأعتقد أن تكتيك ريال مدريد وفنيات لاعبي مدريد قد تتفوق على تشيلسي. ريال مدريد لدي اللاعبين عظماء، وتشيلسي لدي لاعبين عظماء يلعبون في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا. ويجب أن نتحدث عن الكرة الإنجليزية، كرة عظيمة، كرة سريعة، أسرع من الليغا الإسبانيولة. لكن ريال مدريد قد يتفوق على تشيلسي في بعض الفنيات والخبرة، لأن ريال مدريد يعلم كيف يلعب مباريات دوري أبطال أوروبا.
crear esa vendetta, ¿no? واعتقد ان ريال مدريد قد يعبر في هذه المباراه كما تحدثت عن اسبانيا كيف يفوز تشيلسي ايضا يعلم كيف يفوز مباراه بالنسبه لي الكره الانجليزيه مفضله قد تفوز كان يفوز فريق انجليزي بدوري ابطال اوروبا لان الليغا تعاني هذه الايام قد يعبر مدريد مباراه تشيلسي لكن بطوله دوري ابطال اوروبا قد تذهب الى فريق انجليزي لان الانجليز في هذا العام اقوى وفرق انجلترا اقوى من الفرق الليغا لان كل عام الكره الانجليزيه تتطور اكثر من الاخر على سبيل المثال مش على سبيل الحصر قدمت اسماء يعني كتير ونجوم كبار جدا للكره الاسبانيه زي كنت بقول او بكلم سيرجي بوسكيتس جيرار بيكي سيزار اسبيليكويتا تياجو الكانتارا اسكو وغيرهم وغيرهم من النجوم من وجهه نظرك اهم نقطه في اكتشاف الموهبه ورعايتها وتقديمها عشان تكون اضافه كبيره لنادي او لمنتخب ايه هي؟ في اسبانيا لدينا منجم مواهب تستطيع ان تسمي هذا المسمى منجم مواهب من اللاعبين الكبار كل ما عليك فقط ان تعمل كثيرا وتعمل على اكتشاف هؤلاء النجوم الامكانيات لدينا امكانيات عظيمه الجميع يساعدنا من اجل اسبانيا كما ذكرت من قبل لان منتخب اسبانيا بالنسبه لي اهم شيء واهم من اي فريق وبالنسبه لي اهم النقاط التي يجب ان تتوفر في المكتشف او مستكشف اللاعبين هو أن يعلم ما نوع اللاعب الذي يريده إذا أنت تريد مهاجم أو تريد مدافع لا يجب أن تتعامل بعشوائية يجب أن تحدد أهميتك ويجب أن تحدد مطالبك أنا أريد لاعب في مركز يجب أن أجهزه من أجل هذا المركز كان أصنع مهاجم وقد أصنع وسط ميدان وقد أصنع مدافع وقد أصنع حارس مرمى وفي النهاية أنت ما سوف تصنع هؤلاء النجوم لدينا العديد من اللاعبين كما ذكرت عملت في أكاديمية وعملت بمنتخب أسبانيا أكثر من 5 سنوات اكتشفت العديد من اللاعبين كما ذكرتهم وأكثر منهم وأسماء رنانة وصنعت أكثر منهم أنا ساعدتهم وهم ساعدوني ودعنا أتحدث عن هذا أنا سعيد لأني قدمت الشيء لبلدي ومن الأهم قبل أن تكتشف اللاعبين يجب أن تحدد نوعية اللاعب ويجب أن تحدد المهام لا يجب أن تذهب لاكتشاف 4 مهاجمين وأنت تحتاج فقط 2 لويس ميلا نجم ريال مدريد والبارسا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة تبقى الكرة الأسبانية واحدة من مصادر المتعة لكل عشاق الكرة في العالم كنت بتشجع ريال كنت بتشجع البارسا أو كنت بتحب المنتخب الأسباني بالتأكيد مدرسة في الكرة محترمة جدا وممتعة جدا ومبهجة جدا بشكر طبعا نجم الكرة الأسبانية لويس ميلا والكلام بقى بالتفصيل عن مواجهة بكرة والمنتخب السنغالي بالأرقام مواطن القوة مواطن الضعف الطريقة المحتملة والطريقة الأمثل لمواجهتهم على ملعبهم وفي وسط جمهورهم وبإذن الله تذكرة التأهل تكون مصرية في السادسة بعد الفاصل هبدأ زي ما بدأت الحلقة سمارتر نوت هاردر إزاي نتعامل بذكاء مع القوة الغاشمة المتوقعينها بكرة من منتخب السنغال وتوقع الحقيقة أن البداية تكون عنيفة من منتخب بيملك كل الأدوات الحقيقة وبيلعب على ملعبه وفي وسط جمهوره وعنده أمل كبير جدا ودوافع كتيرة جدا في انه يحصل على بطاقه التاهل ازاي تتعامل مع ده في ظل المقدمه الجيده الشوط الاول اللي خلص في القاهره واللي قدرت انك انت تتجاوز فيه حاجات كتيره جدا مش بس قصه انه سجلت هدف لكن كمان ما استقبلتش من المنتخب السنغالي وقلبت الدفه اللي كانت لصالحهم قبل المباراه بما ان هم تفوقوا في المواجهه الاخيره في بطوله امم افريقيا ازاي بكره السنغال هتلعبنا بنفس الطريقه ونفس الاسماء اللي واجهتنا في استاد القاهره ولا تتوقع يكون في تغيير في التشكيله وفي الطريقه وبالتالي ايه الانسب لمواجهه السنغال وازاي او ايه هي الوسيله اللي ممكن بكره تقدم بيها الضربه القاضيه للسنغال على ملعبها هدف يتمناه المصريين مبكر يغير من سيناريو المباراه ويريحنا في 90 دقيقه اتوقع انها تكون عصيبه على كل المصريين خلينا ناخد راي شريف سالم ضيفنا النهارده فيه السادسة وبالتأكيد هو عنده بالأرقام وبالرؤية
حاجات كتير وكلام كتير جدا يقولوا عن منتخب السنغال. شريف مساء الخير. مساء النور. قبل اي شيء، متفائل ولا متشائم؟ شايل الهم ولا حاسس ان تذكره التاهل ان شاء الله مضمونه لمصر بكره؟ لا، هو يعني لا متفائل ولا متشائم، يعني اون ديفنس كده لحد ما يوصل، بس نوصل 15 دقايق كده من الشوط الاول. بكره نبدا الرؤيه دي. كان معايا كابتن خالد امبارح، كنت بقول انه اول ربع ساعه هتبقى صعبه جدا في ولو عدينا اول ربع ساعه دي من غير ما نستقبل، اعتقد انه الامور ممكن تبقى في صالحنا بشكل كبير. انا اتمنى اول نص ساعه تعدي، يعني اول ربع ساعه برضو لسه بيبقى الجيم قريب. انا اتمنى اول 90 دقيقه تعدي بقى عشان يعني بما ان الموضوع بيستمني يعني نخلص. عشان نخلص. شايف ازاي ماتش بكره وايه بدايه؟ خلينا نبتدي من القاهره. يعني انت قريت طبعا مواجهتين في فتره زمنيه قليله جدا، 120 دقيقه في نهائي بطوله امم افريقيا، 90 دقيقه في مواجهه القاهره، 210 دقيقه. خلينا نعترف انه رغم القوة الضاربه والقوة الضارية لمنتخب السنغال إلا أنه فشل بالأرقام، وأنا عارف أنك بتحترم لغة الأرقام، فشل في أنه يهز شباك مصر على مدار 210 دقيقة. شايف أنه بكرة ممكن يبقى فيه تغيير أو فيه جديد؟ هو لو احنا رحنا لغة الأرقام كلها هنلاقي أن الأرقام مش في صالحنا، والأرقام كان فيها جزء كبير جدا حاطط فرقة السنغال في حتة أنها ممكن تسجل. أنا بتكلم على أهم رقم دلوقتي، أهم رقم الأهداف. طبعا يعني أهم رقم الأهداف، بس بتبقى فيه أرقام تانية بتحط indications أو بتحط مؤشرات انه الجيم ممكن يروح في حته مختلفه لو في ظروف مختلفه. بس تمام. خلينا نمشي مع ان الوقت ده ال 210 دقيقه دول بالوقت الضايع بنتكلم تقريبا في 220 230 دقيقه السنغال ما سجلتش. تمام. في مباراه الفاينل وفي المباراه بتاعت القاهره مظبوط السنغال ما سجلتش ليه؟ ومنهم ركله جزاء، ركله جزاء اللي ضاعت من ساديو ماني. يمكن دي كمان علت الاكس جي شويه بتاع فرقه السنغال او الاهداف المتوقعه لفرقه السنغال في الفاينل. في القاهرة هنا احنا كنا في الاكس جي اعلى، يعني احنا ما رحناش للجول كتير، لكن احنا كنا في الاهداف المتوقعة احنا اعلى تقريبا. فرقة السنغال 8 من 10 واحنا 1.2 من 10، الفرق مش كبير، ولكن برضو الفرق ده مؤشر انه منتخب مصر قدر يروح للجول. انا بشوف ان احنا يمكن الشوط الثاني عليا انا شخصيا، خليني اتكلم عن نفسي، انا الشوط الثاني اثر عليا وحسسني ان احنا عملنا ماتش وحش. بس انا لما اتفرجت على الماتش مرتين كمان لقيت ان احنا عملنا الشوط الاول كويس او يعني بشكل متوسط. أي. لكن الشوط الثاني كنا وحشين فعلا. فانا اتمنى ان احنا نبني على هنا الاول. هنا ممكن يعني تربط انت في تحليلك لاداء منتخب مصر انه الهدف المبكر خلانا عندنا اكتر رغبه في ان احنا نحافظ على التقدم ده وما نخليش او نمنع السنغال من انها تسجل، فده اثر على مستوانا، ولا ده فوارق في اللياقه وفوارق في التكتيك وفوارق في الامكانيات والسرعات بين الفرقتين؟ انا عندي راي في قصه الفوارق. الحقيقه انا يعني حاسس احنا اتبع لنا فكره مؤخرا ان هم في حته مختلفه واحنا لا، احنا اقل بكتير. ده مش حقيقي خالص، يعني دي من ضمن الحاجات اللي انا مش شايف ان انا موافق عليها. وانا انا كراجل بقى بتفرج بعين المتخصص قبل ما بتفرج بعين المشجع او المنتمي البلدي، انا شايف ان احنا اتبع لنا القصه دي. لا، فرقه السنغال مش في الحته اللي تصور لها. تعالى نمشي مع الاسماء واحده واحده، هنلاقي ان الاسماء في 3 4 اسامي كبار قوي، لكن ال 3 4 اسامي الكبار قوي دول جنبيهم 5 6 اسامي متوسطين. أي. لما نروح لمنتخب مصر هنلاقي ان في اسمين 3 كويسين، في اسم كبير جدا اللي هو محمد صلاح، في اسمين 3 معاه كويسين، فالكفه متوازنه، الكفه مش بعيد. وده اللي احنا شفناه. مهما كان احنا بعيدا عن الاسماء، برضو الناس شايفه انه كره السنغال الهجوميه، يعني قدرات السنغال الهجوميه في ال 220 دقيقة اللي احنا بنتكلم، ما سجلوش فينا، ما نجحوش في التسجيل، لكن هم طول الوقت ضاغطينك، طول الوقت موترينك، طول الوقت حاسس انك انت بتلعب مش مرتاح، حتى في الفترات اللي الكرة بتجي لك فيها بيبقى نجاحهم في استردادها سريع جدا، اللعب في نص ملعبك اطول بكتير جدا من اللعب في نص ملعبهم. فبصرف النظر عن مقارنات الاسماء وفين الكورة بتقول انه بس هو في النقطة دي لو احنا وقفنا عند النقطة دي وسألنا نفسنا طب هو منتخب مصر مسك كورة على مين؟ ما احنا مش هنلاقي. يعني منتخب السنغال مسك عليا كورة عشان انا بلعب كده، عشان انا المدير الفني بتاعي افكاره كده، مش علشان منتخب السنغال قوي للدرجة دي. تمام. يعني ما هو انا طب ما انا قدام يعني قصة عندنا مش عنده. ما انا قدام احنا اللي السبب فيها. انا خسرت الاستحواذ قدام من اول البطوله العربيه، قدام الجزائر في البطوله العربيه، قدام تونس خسرت الاستحواذ، لما قدام الاردن كنت خسران الاستحواذ في الشوط الاول، لما سافرت بطوله افريقيا خسرت استحواذ قدام نيجيريا، كسبت استحواذ قدام غينيا بيساو والسودان، امر منطقي.
خسرت استحواذ قدام كوت ديفوار وقدام الكاميرون وقدام السنغال، وكسبت استحواذ قدام المغرب. قدام المغرب كسبت الاستحواذ لان اتحط فيها جول في اول 3 دقائق، فكنت خلاص لو ال 90 دقيقه دول خلصوا مفيش بقى اكسترا تايم، مفيش وقت اضافي، كنت هلم شنط واروح. فاللعيبه لما بدات تروح لقدام، انا عندي ريفرنس، ما انا عندي ريفرنس مباراه المغرب، اللعيبه لما راحت لقدام لا كان شكلك كويس، استحوذت سجلت جول والتاني، وكان ليه خطوره، الاكس جي بتاعك اعلى، انت في الفرص اعلى، انت في التسديدات اعلى، في كل حاجه اعلى. ومنتخب المغرب المصنف ال 23 على العالم، ومنتخب السنغال المصنف ال 19. فانا عندي ريفرنس اهو، انا لما حطيت اللعيبه دي في وقت ان انت محتاج تروح وتسجل، لا اللعيبه دي راحت وسجلت واستحوذت على المغرب. والمغرب كانت عامله بطوله كويسه، والناس كلها اصلا كانت قلقانه من مباراه المغرب. وكانت الناس بتتكلم كمان ان احنا بقى لنا سنين طويله جدا ما كسبناش المغرب ومش عارف ايه وحاجات كده، لا وكسبنا. فلا انا مش مع فكره ان احنا يتبع لنا ان السنغال عشان حطاني في نص ملعبي يبقى السنغال اقوى، لا السنغال حطاني في نص ملعبي عشان انا بلعب، عشان انا الكوتش بتاعي عايز كده. انا الراجل اللي واقف على الخط هو ده منهجه ودي فلسفته. والدليل احنا لسه قايلين الدليل اهو، كل ماتشاتنا في بطوله افريقيا مع الفرق المصنفه احنا خسرنا الاستحواذ، وكنا اقل في الاهداف المتوقعه، كنا اقل في الفرص. الطريقه دي من وجهه نظرك الانسب لمنتخبنا الوطني يا شريف؟ يعني ناس في اوقات كتير بتبقى راضيه، احنا راضيين ان احنا وصلنا لنهائي البطوله لكن مش مستمتعين قوي بمنتخبنا، راضيين ان احنا وصلنا للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم لكن مش مستمتعين هل القصه جهاز فني ولا قصه انه ده الامكانيات اللي ممكن تستخدمها في لعيبتك في الجيل ده عشان توصل للهدف اللي انت عايزه؟ برضو لما هنروح لقصه الامكانيات هروح للماتشات. انا في الاخر ما احنا عندنا عين بتتفرج على الماتش، العين دي بتقول لك انت النهارده لما لعبت، انت لما لعبت السودان في دور المجموعات كنت وحش جدا، كسبت 1-0 بالعافيه من هدف، يعني الناس شافت كره ثابته. ماتش غينيا بيساو نفس الكلام 1-0 وبالعافيه، واكس جي قليل، مستحوذ بس مش قادر تقدم خطوره لان انت ما عندكش باترن هجومي، ما عندكش نمط، ما عندكش خطط هجوميه، انت عندك خطط دفاعيه بتبني عليها وبعد كده بتلعب ترانزيشن جيم. فانت ده كان شكلك، انت اللي قررت كده كمدير فني. طب انت لما اتحطيت في موقف احتجت تهاجم، هل ما كانش عندك امكانيات؟ لا هاجمت، هاجمت المغرب وسجلت جول واتنين. فهي مزبوط. المعادله هي افكار المدير الفني، فبلاش يعني الناس ما نظلمش، يعني ما نظلمش، ما نجيش على احنا حاطين اللعيبه في حته وحشه قوي، وده مش في مصلحتنا، مش في مصلحتنا ان احنا نفضل نصدر للاعبتنا ان احنا يا جماعه احنا اقل من كل الناس. هل انا اقل من نيجيريا واقل من كوت ديفوار واقل من الكاميرون واقل، هل انا اقل من كل الناس دي؟ طب انا فين؟ يعني انا فين؟ طب ما انا في 2017 وصلت برده مع كوبر بنفس الطريقه وبنفس النهج، ما كسبتش بطوله. مظبوط. رحت كاس عالم ما اخدتش بوند. فهي المعادله انه ممكن انا ممكن في اوقات زي ما احنا مثلا في النادي الاهلي مثلا زي مباراه مونتيري مثلا. ما كانش هينفع تهاجم مونتيري عشان الظروف اللي انت كنت فيها، بس الجيم ده حطك في المرحله اللي بعد كده. بعدين انت لعبت الجيم بتاع بالميراس ولعبت الجيم بتاع الهلال كان شكلك كويس. ايوه. عشان رجعت لطبيعتك لان انت استرديت جزء من لعيبتك، بقى عندك حاله نفسيه كويسه مع ان انت كنت بدنيا كويس وكنت واخد فتره راحه فعملت. لكن هل انا ينفع اكون منهجي في الحياه كله ان انا افضل اقول اصل انا ما عنديش امكانيات، ما عنديش امكانيات؟ انا لا، انا عندي امكانيات، عندي امكانيات كتير موجوده. وفي الاخر انا برضو بقول تاني، هو الريفرنس موجود، في مرجع موجود تقدر تحط قدامك 120 دقيقه قصاد المغرب، هات ال 120 دقيقه دول واتفرج عليهم كان انت ما تعرفش اي حاجه عن منتخب مصر واتفرج، لا ده منتخب عنده امكانيات، وامكانيات كبيره، امكانيات تقدر تحطه في حته كويسه. احنا اللي بيتباع لنا بقى لنا فتره فكره ان احنا لا ده احنا ما عندناش امكانيات، اصل احنا ما نقدرش، اصل احنا كذا. طيب لما انت كل ده انت ازاي في 210 دقيقه السنغال مسجلتش؟ لو حد قال لك انه في فوارق وممكن السنغال تبقى كمنتخب هو افضل منتخب افريقي دلوقتي، افضل من الجزائر وافضل من المغرب وافضل من نيجيريا، فبالتالي لازم تديله اعتبار، يعني لازم تحطه في مكانته الطبيعيه. العب جيم 50-50. هو انا مش العب جيم 50-50. مش انا ما بقولش ان السنغال قليل. ايوه. السنغال افضل فريق في افريقيا حاليا، صح. بس هل معنى ان هو افضل فريق في افريقيا حاليا ان انا احط نفسي في الحته دي؟ لا لا لا، الكوره ما فيهاش حسابات. لا الكلام ده كله يعني لسه، هو لما حد يجي يقول مقدونيا الشماليه وايطاليا مثلا، الناس كلها مستنيه ماتش ايطاليا والبرتغال.
بقى كله اصلا ما حدش كان بيتكلم عن الماتشين دول. ما حدش كان بيتكلم تركيا وبرتغال. هو بيقول لك يا اما ايطاليا يا اما البرتغال. كل الناس مستنيه المواجهه. تركيا عملت جيم في الشوط الثاني حلو على البرتغال كانت ممكن توصل. فهي الفكره انه انا مش موافق على الفكره دي الحقيقه، وشايف ان هي حطانا في مكان مش كويس. طيب تعال نخش في سيناريو الماتش. هل تتوقع بدايه انه اليو سي سي هيلعب ماتش بكره في مواجهه كيروش بنفس الطريقه او التشكيل اللي لعب بيه مباراه القاهره، ولا تتوقع انه يكون في طريقه مختلفه او تشكيل مختلف؟ لا انا اتوقع ان التشكيل هيبقى هو مع طبعا فكره انه خلاص ديالو مش موجود لان هو اتصاب في المباراه اللي فاتت. أي. فهو مش هيكون موجود، ده ممكن تكون التغييره الوحيده في الماتش يعني. غير كده الناس اللي على الدكه ما اعتقدش في حد فيهم افضل من اللعيبه اللي موجوده بتلعب في ال11 الاساسيين ده، زائد ان الراجل تقريبا طول بطوله افريقيا ما غيرش. يعني طول البطوله الافريقيه احنا تقريبا بنتكلم على نفس التشكيل. التشكيل حتى كان معانا في صوره لو نقدر نجيبها، نفس التشكيل هو طول البطوله تقريبا، نفس التشكيل حتى تشكيل مباراه النهائي هو تشكيل مباراه القاهره. تمام. طيب خليني قبل ما اتكلم على الطريقه الامثل بالنسبه لنا احنا والتشكيل الامثل، لانه عندنا كذا مركز، عندنا خط كامل خط الدفاع عليه علامات استفهام كبيره جدا. عايز اسمع رايك عشان نتعامل مع السنغال على ارضها يكون ايه افضل تشكيل لينا، وخصوصا فيما يتعلق بمراكز خط الظهر. بس هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده شريف سالم. المكسب والتعادل وحتى الخسارة بفارق هدف بشرط ما تكونش النتيجة 1-0 لصالح السنغال تمكن مصر من الوصول لكأس العالم، وده في حد ذاته اعتقد يعني انه بيفرق معنويا، بيدي اريحية. سألنا الناس يا شريف في بداية الحلقة توقعاتكم لنتيجة ماتش بكرة، وقبل ما استعرض اجابات الجمهور الاهلي او جمهور مصر خليني اسالك توقعاتك لنتيجه ماتش بكره كام؟ ان شاء الله يخلص 0-0. ده مش توقع، ده تمني. لكن مفيش توقع؟ لا لا. طب خلينا نشوف الناس توقعاته قالت ايه على نتيجه المواجهه بكره ان شاء الله. البدايه مع طاهر ابو زيد، مكسب 1-0 هناك ان شاء الله يا سلام. يا ريت والله، نتمنى كده. مساء الخير احمد، توقع فوز مصر على السنغال 1-0 بتوقيع صلاح وبالتوفيق لمنتخبنا والمنتخبات العربيه. ده جمال رضا. معانا كمان ابو رياض وروضه باذن الله، وان شاء الله التعادل سلبي. نتفق معاك ده يا شريف، والصعود لكاس العالم في قطر. قول يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. معانا محمد صلاح ان شاء الله 2-1. ده كل الناس ايه، مكسب 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 2-1 لمنتخب مصر. ده محمد صلاح سند. كريم كامل، امنياتي مصر تكسب طبعا، بس انا متوقع 2-0 السنغال. قلنا المتشائمين يمتنعون، ان شاء الله نقدر نسجل. انا بس عايز نسجل يعني، نفسي جدا المباراه دي نبتديها 1-0 السنغال. ده يوسف محمد. نروح لايمن محمد، ان شاء الله 1-1 ومصر تتاهل ان شاء الله. مصر هتصعد نتيجه 1-1. ده بيمو، ان شاء الله تعادل 0-0. ده حافظ ورهام النلداني تقريبا لو قريت الاسم صح. نتيجه 2-1 لصالح منتخب مصر. يعني الناس متفائله بشكل كبير، ان بعض الناس ممكن تبقى متشائمه ومتخوفه. اخر ناس معانا ناخد اخر مشاركه قبل ما نروح لشريف مره ثانيه. احمد زيدان، التعادل 1-1 باذن الله. 2-1 لمنتخب مصر، ده عبده العالمي. و 2-1 لمصر برضو، ده كريم خضر. طيب يعني اغلب الناس مش بس قالت لك هنتعادل، لا ده كمان يعني حاسه ان احنا هنكسب السنغال على ملعبها. بتخاف منه ما يجيش احسن منه. احنا خايفين بس ان شاء الله قادرين باذن الله. يا مسهل. متفق معايا على فكره انه ان الماتش ده محتاج مع القوه والاندفاع اللي هيكون عليه، مش متوقع سيناريو تاني ممكن تبتدي بيه السنغال غير انها تهجم بكل قوتها. وبالتالي ازاي، ايه الطريقه الذكيه او ايه الطريقه اللي ممكن من خلالها تستغل الاندفاع ده عشان تحط الضربه القاضيه وتسجل في السنغال في ملعبها؟ الطريقه الافضل بالنسبه لي هو ان انت تستنزف عدد الدقائق في الحاجات اللي ملهاش لازمه. يعني تستنزف عدد الدقائق في ان انت تستهلك في الاوت وتستهلك في الحاجات دي، لان هي دي الحاجات اللي في الاخر بتحط البول ان بلاي في الماتشات. انت النهارده الماتش 90 دقيقه، انت عايز تلعب الماتش ده 40 50 دقيقه بالكتير قوي. فعشان تعمل كده لازم تستهلك الحاجات اللي بتضيع وقت، وفي نفس الوقت ما بتحطش وقت زياده في نهايه الشوط الاول او في نهايه الشوط الثاني. في اوت، في فاول، في ان انا بعطل الكوره، في ان انا بستخدم الكوره كتير، وانا في ان انا احاول انقل كتير. يعني احنا كان معانا حالات بس مش هنقدر نستعرضها لان ما حطيناهاش يعني في المونتاج.
ازاي الفرق ما بين لما احنا بنعمل الكوره على الارض بناخد وقت قد ايه بننهي الهجمه، وان احنا لما بنعمل الكوره الطويله هي كانت نقلتين ثلاثه مع الكوره كانت مع الونش، الفرق في ثلاث اربع كرات نفس الكوره في نفس المكان لما بيعمل التمريره القصيره بنقدر نروح مرتين ثلاثه نتنقل من الثلث الاول للثالث. دي بتستهلك دقيقه دقيقه ونص في الهجمه، وانت بقى ممكن غير لما تلعبها كره طوليه، غير لما تلعب الكره الطوليه خلاص هي الكره الطوليه هتوصل في ثانيتين ثلاثه 10 ثواني الهجمه كلها، لو ضاعت منك الهجمه خلاص يبقى انت في ثانيتين ثلاثه خسرت الكره. هو ده المطلوب، ان انت تحاول تروح تاخد الاوت في الثلث الثالث وتقف بقى بتضيع وقت وتاخد اوت ثاني. الحاجات دي بالنسبه لي دي الخبرات اللي المفروض موجوده عند اللعيبه بتاعتنا. اهم ملاحظه لاحظتها، سيبك منهم انا بتكلم علينا احنا، اهم ملاحظه حسيت ان احنا بنعاني فيها هي القدره على الاستحواذ، انه المنتخب يقدر يمسك كره ويعمل 10 15 نقله هل ده شيء يعني شيء مستحيل؟ هل ده شيء صعب؟ هل ده مرتبط باختيار العناصر بتاعه ال 11 الاساسيين، ولا مرتبط بطريقه لعب، ولا مرتبط ب الطريقة الأمثل لمهاجمة منتخب زي السنغال؟ هو الجيم بلاي بتاع كيروش، هو الجيم بلاي بتاع دي عقلية كيروش، دي عقلية الراجل. أنا مش مهتم إن أنا أعمل 50 نقلة و30 نقلة عشان أروح للجول، لا أنا مهتم أروح للجول وأسجل وخلاص. يعني ده الجيم بلاي بتاع الراجل. فالمشكلة بالنسبة لي في الحاجات دي إنه أنت لازم تبقى مستعد تستحوذ على الكورة. يعني للأسف هي دي المشكلة اللي إحنا بنواجهها مع كيروش من دي 1، من اول ما الراجل حط رجله في مصر، من اول مباراه انت ما عندكش القدره انك تستحوذ. انت لعيبتك كلها اللي جايه لعيبه بتلعب في فرق اساسا بتستحوذ، فانت تقدر تستخدم ده جوه الجيم. يعني مفيش مانع ان انا جوه الجيم استحوذ شويه 3 4 5 دقائق، منهم بضيع وقت، منها بان انا بخلق فرص، وفي نفس الوقت مش بتحرم منتخب السنغال من الكوره. يعني هي دي الفكره، انه انا محتاج اروح اخد الفاولز بتاعتي واخد الاوتس بتاعتي كلها في التلت التالت، لان انا لو خدتها عندي دي مشكله. يعني انا لو خدت اوت عندي هدي بتحطني في مشكله، مش بيحطني ما بيبقاش مخرج، بيبقى بيحطني في تايت جيم. أيوه. انا مش عايز اروح للتايت جيم ده. فانا طيب. بالنسبه لي انا عايز بس الراجل يعني يسمح لنا شويه يعني نستحوذ شويه عشان نخرج بس للتلت التالت، وكاننا احنا عايزين نستحوذ وهو اللي مانعنا. بس خليني اروح قبل ما اروح للمقارنه بالفرقتين والتشكيلين او تشكيل منتخب مصر في مقارنه ثانيه، في جيم ثاني حاصل بين صلاح وماني، ازاي شفته في القاهره وازاي شايفه في مباراه العوده في السنغال؟ الجيم لحد لصلاح لغايه دلوقتي لانه انت اللي سجلت وانت اللي كسبت، بس كان في جيم تاني في ارض الملعب لا صلاح ما كسبوش. يعني ساديو ماني في المباراه عمل 9 محاولات مراوغه كسب منها 7، صلاح عمل 3 كسب منها 1. فده بيوضح الفرق بين الحاله الفرديه هنا وهنا، مش بتكلم كجيم جماعي، لان صلاح جماعيا صلاح عمل جيم دفاعي انا يمكن ما شفتوش من سنين لصلاح. بس في فرق في الحته دي برضو، انه ممكن السنغالي يكون عندها يعني مساطر خطوره كتيره، فبالتالي التركيز على ساديو ماني مش زي برضه ما هم مركزين على صلاح. يعني انا يعني مفيش لقطه شفت فيها صلاح الكره رايحه له الا ما لقيت فيه ثلاث وحوش هاجمين على الراجل، فيعني برضه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في النهايه انت مش مديله المساحه ومش ضاغط باوراق هجوميه، انت لعبت ماتشك هنا في القاهره وسط جمهورك بثلاث مهاجمين وسبع مدافعين، وبالتالي مطلوب من مهاجمين مصر سواء مصطفى او صلاح او تريزيجيه ان هم يبذلوا مجهود خارق عشان يوصلوا بالكره ان هم يصنعوا فرصه مش بس يسجلوا. لو هي دي المسطره في عدد المدافعين فللاسف ساديو ماني كان بيعدي من 2 3. يعني لو دي المسطره هي برضو ساديو ماني، بس هي ده مش الجيم. يعني الجيم في الاخر مش فردي، في الاخر احنا نبص للجيم بشكل جماعي. صلاح في الحته الجماعيه الحقيقه عمل جيم دفاعي هايل، في كذا كوره حتى كانت يعني الناس اتكلمت عليها، لا في كام كوره لا الراجل بيرجع بيدافع بيسند متمركز، لا موجود يعني موجود وبيقدم الدور الدفاعي بشكل مطلوب. الدور الهجومي عن صلاح انا كان عندي فيه مشكله شويه، ان انا ومش عند صلاح بس الحقيقه، يعني هو عند منتخب مصر احنا لا يعني خلاص واضح ان الراجل دي مش افكاره، فاحنا اللي احنا بنقوله ده هو غير كده مش هينفذه. لازم يكون في لعيب كارير، لازم يكون في لعيب يشيلني من التلت الاول والتاني يروح للتالت، ده مش بيحصل خالص. اللعيب الوحيد اللي بنكاونت عليه في الحته دي هو صلاح، وللاسف برده مش بيعملها. ايوه معانا خريطه حراريه للاثنين، هنلاقي انه لا برده محمد صلاح في الخريطه الحراريه عنده جزء من الخريطه الحراريه بتاعته بيدافع فيه.
دي 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 الخريطه الحراريه لمحمد صلاح. لا في شغل يعني الراجل موجود بيدافع تقريبا بيشتغل الشغل اكتر يعني. طبعا دي مش خريطه حراريه الباك يعني ده مش باك ولا حتى وينج بس يعني لا في جزء لا بيدافع لا في كورتين ثلاثه لما محمد عبد المنعم خرج رجع هو رجع وسند مع عمر جابر وقفل معاه. لكن هي الحته اليمين عندنا الحقيقه عمر يعني الكومباينيشن بتاع عمر جابر محمد صلاح ومحمد صلاح والنني في مشكله يعني الحته دي كانت مشكله كبيره. ولو رحنا للحالات بتاعت ساديو ماني لا مشكله كبيره الحته دي فيها مشكله يعني. دي الخريطه بتاعت ساديو ماني. طبعا ما عداش نص ملعبه يعني هو الخريطه بتاعته وقعت نص وقال لك الحته دي بتاعتي. اشترى الحته دي الحته دي اشترى الجبهه دي. فالحقيقه عمر جابر دفاعيا مع محمد النني احنا المفروض في مواجهه لعيب بحجم ساديو ماني نحاول على قد ما نقدر نقفل المساحه اللي ما بين الاثنين الفول باك والسنتر باك نقفل المساحه دي وفي نفس الوقت نقفل مساحه العمق لان ساديو ماني من اللعيبه المميزه قوي في الاثنين يعني طيب. بيعرف يتحرك على السايد ويتحرك في الانسايد. انا بالنسبه لي ساديو ماني هو اخطر خطير في منتخب السنغال وحابب اقفل عليه. خد بالك ان عمر كمال عبد الواحد ما لعبش قدام ساديو ماني لا لعب نهائي بطوله امم افريقيا ولا لعب مواجهه القاهره الاولى وعنده اللي يميزه في الحته دي لانه قدم اداء جيد في البطوله بشكل عام وعنده حته الطول اللي بيفتقدها المنتخب خصوصا في العاب الهواء. ابتدي بيه ولا ابتدي بعمر جابر اللي يمكن ما بيجدش العاب الهواء لكن واجه ساديو ماني في المباراه الاخيره وبالتالي اللعيب مش جديد عليه مش هنبتدي من نقطه ومن اول السطر. هسمع ردك بس بعد ما نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا في السادسه مع حضراتكم مع ضيفنا النهارده شريف سالم. واحد من اهم الاسئله اللي بتدور في دماغ الجهازين الجهاز الفني لمنتخب السنغال بيدور على ازاي يوقف خطوره محمد صلاح ازاي يبطل مفعول اهم ورقه هجوميه في منتخب مصر محمد صلاح. واحنا كمان عندنا انا بالتاكيد كارلوس كيروش بيفكر ازاي يوقف مفعول ساديو ماني. احنا يمكن قبل الفصل على طول كنت بطرح على شريف سؤال مين الافضل للناحيه دي عمر جابر اللي لعب المباراه الاولى ولا عمر كمال عبد الواحد اللي قدم مستوى كويس جدا وعنده حته الطول وبالتالي نوعا ما ممكن يوقف على رجليه في العاب الهواء. واضيف عليهم كمان اسم وارد جدا انه يلعب في الحته دي وكان كابتن خالد جدالة نجمنا امبارح في السادسه بيتكلم على انه الانسب في المواجهه دي انه يشغل مكان الباك اليمين هو رامي ربيعه. وليه لا؟ واذا كان حتى في يوم من الايام كارلوس كيروش لعب محمد عبد المنعم هنا ومن بعد ولعب امام عاشور هنا فيبقى رامي ربيعه خيار مقنع جدا لو جاهز وفت وفي مستوى يسمح له بالمشاركه. عشان نتكلم على مواجهه ماني خلينا نشوف برضو تحركاته في مباراه القاهره هنا يا شريف. هي المشكله الحقيقه الكبيره جدا عند ماني بالنسبه لنا هي مش مشكله مشكلته عنده هو مشكلتنا احنا معاه ان هو لعيب شاطر قوي في الانسايد والاوتسايد يعني يقدر لو راح على السايد لو رقص لبره هو كويس ولو رقص لجوه برده كويس. هي دي مشكله. فانا شايف ان الحل الامثل بالنسبه لي او اللي كان اللي هيوضح في الحالات المشكله بالنسبه لي انا هي كانت محمد النني. محمد النني نشوف الحالات ونعلق عليها. محمد النني الحقيقه نشوف الحالات محمد النني الحقيقه عمل واحده من 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 يعني هنا مثلا انا مش قافل زاويه التمرير بتاعت ماني. انا المفروض انه اللعيب بيبقى عنده يعني ادراك خصوصا اللعيبه اللي بتلعب ديفندرات او بتلعب مدافعين ان انا دايما بشوف ايه الريسك ريشيو معدل الخطوره فين. انا المفروض اقفل عمق الملعب وافتح الطرف. محمد النني عمل العكس فده كان المنظر. فالراجل راح يعني بمنتهى السهوله في مواجهه المرمى. ايوه الكوره دي نفس الكلام برده الاثنين ضاغطين برده محمد النني متاخر. انا مش عايز محمد النني اللي جاي من على السايد مش عايزك على السايد هنا. انا عايز محمد النني يبقى دايما موجود في المساحه اللي ما بين اللعيب اللي بيلعب مدافع واللعيب اللي بيلعب باك رايت ايا كان الاسمين. انا عايزه دايما في المكان ده علشان هو هنا على اللاين انا ما استفدتش حاجه. لان الراجل ده لما هيرقص دلوقتي يعدي من الاثنين. دي اللعبه اللي تقريبا ساديو ماني رقص فيها ثلاثه او عدى من ثلاثه يعني. يعني انا محمد النني بقى خلاص يعني طبعا لو وقفنا هنا لحظه خلاص هو ساديو ماني وصل على حدود المنطقه وخلاص. هو كويس قوي ان ساديو ماني في الكره دي انا فاكرها كويس مرر ما خدش قرار التسديد ولعب الكره لان هو كان عنده زاويه مفتوحه زاويه التصويب مفتوحه البعيده. والحقيقه لو نرجع للصوره اللي فاتت هي مش بس زاويه التصويب مفتوحه هو الشناوي اخذ قرار خلاص
ان هو يعني لو هو صوب هو واقف على رجله اليمين هو خلاص واقف على ثابته يعني الاختيار دلوقتي بتاع محمد الشناوي لو اتصوبت على يمينه هيصد لو اتصوبت على شماله هيقف شبكه لان هو خلاص هو واقف على رجله. فهنا بص محمد النني لحد دلوقتي هو خلاص هو طبعا فقد الامل في ان هو يقدر يتدخل في اللعبه فخلاص هو اتفرج. فانا دايما عايز اللعيب يبقى في الحته دي عشان لو ساديو ماني في الاخر السايد اقل خطوره من الانسايد فلو هو الراجل رقص لبره فدايما مع الباك لو رقص لجوه انا عايز محمد النني في الحته دي. مين الباك من وجهه نظرك اللي يلعب على ساديو ماني ماتش بكره؟ هو عمر جابر خلاص عمر جابر يعني مش عشان هو الاحسن الحقيقه انا اسف يعني مش عشان الاحسن بس عشان على كفتين ميزان في الحته الدفاعيه مع عمر كمال ما انا هختار برضو عمر جابر وبرضو مش عش... يعني الاثنين للاسف هيقدوا مش احسن حاجه في الحته دي. ما تراهنش على ربيعه لو فت اتمنى هو ربيعه فت ربيعه كان بيلعب مع النادي الاهلي مؤخرا هو ربيعه فت وجاهز ورجله في الملعب فليه لا بس هل كيروش هيغير المنظومه كلها يعني انت هتشيل عبد المنعم وتشيل عمر جابر وتشيل الونش وتحط ثلاثه جداد ياسر وعلي جبر ورامي ما اعتقدش ان هو يعمل كده دي هتبقى مخاطره كبيره جدا مخاطره وهو يعني برضه هو مش من نوعيه المدربين دي. هو السؤال بالنسبه لي الحقيقه اللي يعني ان شاء الله باذن الله نطرحه بعد ما نصعد يعني ما نطرحوش في الظروف السيئه ان شاء الله في الظروف الايجابيه نطرح السؤال ده هو لو حد من الاثنين لعب رامي او علي جبر طب هو ليه كان محمود علاء بيروح؟ هو ده بقى السؤال بالنسبه لي اللي هيبقى اهم انت حطيت اللعيب رقم واحد يعني انت جبت ياسر بعد محمود علاء فياسر لعب قبل محمود علاء فلو حد من الاثنين لعب احنا لازم نسال نفسنا هو محمود علاء بيروح ليه؟ راح المنتخب ليه؟ يعني لما انت جبت ياسر من بره فياسر لعب وجبت علي او 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 رامي من بره فحد منهم لعب هو انت بقى لازم تديني سبب بعد كده ليه اخترت محمود علاء؟ ليه اخترت علاء؟ حتى لو مش عايز تديني سبب خلاص بس يعني اديني سبب ليه محمود علاء بيروح طالما هو مش في حساباتك. طيب بمناسبه خط الدفاع مين الانسب؟ يعني لو اتكلمنا على قلب الدفاع الاثنين الاساسيين اللي غايبين لاسباب مختلفه طبعا عبد المنعم الاصابه بكسر في مناخيره عندنا طبعا الونش ايقاف والاثنين كانوا الحقيقه برده مطمنين وحجازي قبلهم طبعا نتمنى له يعني يرجع بس يعني انت عندك ثلاثه الاساسيين تقريبا اللي شاركوا في الفتره الاخيره مش موجودين. مين الانسب من وجهه نظرك لان هم يلعبوا ماتش السنغال؟ الانسب من وجهه نظري انا اروح للثنائيه اللي بتلعب مع بعض ياسر ورامي. ياسر؟ لان الفرق ورامي فرق الجوده ما بين علي جبر ورامي هو مش فرق كبير. يعني فرق يديني مساحه للاختيار. تمام. وفي المباريات اللي زي دي انا عايز ثنائيه لعبت مع بعض قبل كده. فانا افضل ان احنا نلعب بثنائيه ياسر ورامي لان الاثنين دول يعرفوا بعض. اكتر من ان انا احط في حد ممكن يقول لك طب ما ياسر وايمن لعبوا مع بعض برضو هو لا هو خلاص هو يعني هو واضح ان احنا رايحين في حته دفاعيه ما تسمحش بوجود ايمن يعني ده واضح فانا انا مش هختار ايمن لانه اولا عنصر الطول مش موجود الكومبيتيشن اللي هيدخلها مع ديديو مش في مصلحته خالص تمام. فانا عايز اللعيب اللي يقدر يطلع الكره الطويله او الكره العرضيه لان كمان فرقه السنغال تقريبا عملت حوالي 28 عرضيه في مباراه القاهره فانا متخيل ان الرقم ده ممكن يزيد شويه هناك ده يخليك تفكر في احتماليه انه يلعب بثلاثه لا ثلاثه صراحه يعني ما اعتقدش ما يعني تعتقدش. دي برضو مش يعني على حساب حد من نص الملعب مثلا هو الراجل عنيد يعني عنده ما عندوش مرونه عنده عند في ال 4 3 3 وعنده عند في الاختيارات بالمناسبه احنا لو بصينا على ال 11 محدش اتغير ايوه يعني طول البطوله انت رايك محدش اتغير انا رايي الحقيقه ان انت لازم يعني لو كارلوس كيروش رفع سماعه التليفون يقول لك يا شريف رايك ايه في تشكيل في طريقه وتشكيل بكره هتقول له انت ايه؟ هقول له العب 3 4 3 3 4 3 العب 3 4 3 بحمدي لان حمدي لعبها مع الاهلي والعب يعني حمدي هو يبقى الثالث حمدي وياسر ورامي العب بالثلاثه دول علشان الثلاثه دول هيقدروا يساعدوك ايا كان بقى مين الاثنين الوينج باكس اللي هتحطهم مين فتوح و يعني وعمر جابر انت قلت عمر جابر يعني لو هنلعب وينج باكس حدود المتاح لو هنلعب يعني 3 4 3 هيبقوا الاثنين وينج باكس مش فول باكس ممكن وقتها نلعب الاثنين يعني عمر كمال او عمر جابر الحقيقه الاثنين مش مقنعين بالنسبه لي انا شخصيا فمش عايز احطهم
في باسكت واحد. بس عمر كمال، بس عمر كمال ممكن يكون انسب الطول واللياقه والقوه يعني. انت عندك برضو وفي اداء الحته بتاعت الوينج باك هو ممكن يكون افضل يعني، هيقدر يخليني خمسه تحت، خمسه اربعه واحد او خمسه ثلاثه اثنين، وهيقدر يخليني فوق لعيب زياده، لان هو عنده السرعات اللي مش موجوده عند عمر جابر. وهو فنيا في الجزء الهجومي يعني احسن شويه من فرص زيزو وقفشه في المشاركه في مباراه بكره مرتبطه بسير المباراه ونتيجتها، ولا ممكن نشوف حد منهم في البدايه؟ قفشه مرتبط بنتيجه المباراه طبعا، قفشه مرتبط بنتيجه المباراه، وان كان بالنسبه لي نسب مشاركته حتى في حاله لا قدر الله الخساره لا تتعدى 5%. لان هو وجود قفشه، احنا عملنا مقارنه هنا قبل وقت اختيار عبد الله مكان قفشه، ده بيعمل ايه في الملعب وده بيعمل ايه في الملعب. تمام، جبنا الارقام وجبنا الحالات الفنيه. الراجل راهن على عبد الله، وعبد الله احبطه تماما. ايوه يعني عبد الله كان رهان خسران بالنسبه للراجل. فالراجل اول ما رجع من افريقيا واضح ان هو رفع سماعه التليفون قال له شكرا. فعبد الله اول ما رجع اعتزل دولي خلاص، هو عارف ان هو مش في خطه الراجل، ده رهان فاشل. الرهان اللي ممكن ينجحه هو قفشه، فالراجل جاب قفشه، لكن هل هو مقتنع؟ رايي انا الشخصي لا، هو مش مقتنع بقفشه تماما. طب سيبك من كيروش، انت شايف انه فكره اللعيب اللي ممكن ينقل لك الهجمه، الباسير اللي بثرو باس يوصل، اللعيب اللي بيقف على الكوره مش اول ما بتجيله عايز يخلص منها في اي حته وخلاص، اللعيب السريع اللي زي زيزو يعمل لك زياده هجوميه، البوزيشن ده او الامكانيات دي احنا محتاجينها من البدايه في ماتش بكره، ولا احنا محتاجين سيناريو مباراه الذهاب كوبي بيست هو نسخه طبق الاصل؟ واحد، لو احنا لعبنا بواحد من الاثنين دول انا متاكد ان حالتنا هتتحسن. لان واحد من الاثنين دول لعيبه كاريرز، لعيب يقدر يشيلك اولا يعني، بيعرف ياخدوا فاولات كويسه. ايوه لعيبه عندها فيجن، تعرف تعمل الكره الطويله، لعيبه شوترز، وان كان زيزو يعني احسن من قفشه في حته التصويب، لكن الاثنين لعيبه شوترز. لا قفشه ساعات ليه تجليات. ده ليه تجليات ساعات بتبقى بس كرباج كده، عارف لطشه كده القضيه ممكن كده. هو ليه حاجات، ليه طبعا ليه حاجات، بس كلعيب شوتر، كلعيب بيحط الكره تحت رجله ويصوب. ايوه بالنسبه لي زيزو افضل. زيزو افضل، فدي حته ممكن تفرق معاك يعني. زيزو في مباراه الوداد والزمالك اول ثلاث دقايق بيجيب جول. ايوه من لا شيء يعني، من ست بلاي عاديه جدا، من لا شيء بيصوب بيجيب جول. فدي حاجات ممكن تفرق معاك. اللعيبه اللي عندك ما عندهاش القدرات دي. يعني عمرو السوليه قدراته ايه؟ في ان هو بيدافع كويس قوي. ايوه وقدراته الهجوميه في انه بيعمل لك الجول بتاع محمد صلاح. باسير برضه يعني، هي دي السوليه باسير من اللعيبه اللي يتراهن عليها، وعنده هي دي بقى الكوريه اللي احنا اللي بيلعب بيها كيروش يعني. واحده الكرات الطويله اللي معتمد عليها كيروش، السوليه دايما متالق. عشان كده هو السوليه رقم واحد عنده في الحته دي. عشان بيعمل له الاثنين دول، بيعمل له الحتتين دول، الدفاعيه والنقله، الدفاعيه والنقله الهجوميه والكره الطويله اللي احنا سجلنا منها كتير. والله والسوليه كمان لما بيزيد يعني في ماتشات الاهلي، هو طبعا ما بشوفوش بيزيد قوي مع منتخب مصر، بس في ماتشات الاهلي لما بيزيد عنده كمان قدره على انه يصوب يعني. ليه جوال برضو تقول انه رجله مظبوطه على الجول، ناشينكا مظبوط، كور مركونه، كور اللي هي بليسنج، كور قويه، تسديدات قويه، بس ما بشوفه يعني راجل غالبا محجمه في الحته دي مع المنتخب. حمدي بالنسبه لي طبعا هو افضل لعيب موجود في الحته دي في القاره مع اليو ديانج. فانت هيبقى عندك مكان واحد بس، محمد النني. اللي انا الحقيقه شايف المفروض بقى كان يعني الراجل بيستفيد من تجاربه. أيوة. المفروض كان استفاد من تجربه ان انت لما جبت محمد النني ما جابش اي مستوى غير في ماتش كوديفوار يعني. لعب ثلاث ماتشات عشان يجيب مستوى. تمام. ولما مشي من بطوله افريقيا راح مع فرقته ما لعبش خالص. صح. فانت ما تجيبوش عشان تديله اداء عندي، لا انت لاعب اللعيب اللي جاهز. اللي جاهز. عايز اخيرا اسالك على منتخب السنغال. اكيد ما فيش منتخب، حتى البرازيل وفرنسا والفرق اللي هي ما عندهاش نقاط ضعف ممكن انت تقراها وتستغلها. شفت السنغال ازاي؟ وشايف يعني احنا قطعت صلاح بالعرض ودخول الصندوق مع الباس بتاع السوليه خلى مصر تعمل فرصه هدف مؤكد، وكان معانا توفيق انها خبطت في اعتقد سيسيل المدافع او سيس المدافع الباك ليفت، هو غطى الاوفسايد وحطنا خلصنا الكوره. المفروض ياخد مكافاه الصعود. من وجهه نظرك ايه نقطه الضعف الواضحه او التركايه اللي ممكن نلعب عليها ممكن تساعدنا في ان احنا نخلص جول؟ التركايه بالنسبه لي هم الاثنين فول باكس. اليوسس بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في فرنسا، لعيب مش بيلعب في احسن مكان في الدنيا، ده ممكن اقدر اشتغل عليه، وكان واضح ان احنا شغلنا عليه كان نتيجته ايجابيه وسجلنا منه.
الناحيه الثانيه صار من اللعيبه بيلعب في بايرن ميونخ لكن ما بيشاركش خالص. نسبه مشاركاته في بايرن ميونخ قليله جدا ومشاركته بتبقى في مباريات الكاس وعدد دقائق قليله. فالحقيقه بالنسبه لي الاثنين فول باكس نقدر نشتغل عليهم ونحط يعني نشتغل من وراهم حاجه. كمان سيسي اللي هو نزل مكان ديالو لعيب برضو امكانياته يعني متوسطه ممكن نقدر نشتغل عليه شويه. لكن هو طبعا كوليبالي ده اللي مش هنقدر نشتغل عليه. كوليبالي احسن مدافع في الدوري الايطالي. فهو دفاعيا عندهم مشاكل نقدر نستغلها. نص الملعب مندي بيحاول يشيل شيخ كوياتيه شويه لكن شيخ كوياتيه لا زال عنده المشاكل اللي موجوده حتى عنده في كريستال بالاس لما بيلعب. فانا شايف ان لا يعني فرق القدرات مش الشاسع في ان احنا نحس ان هو لا عندهم مشاكل وعندهم مشاكل دفاعيه كتير شفناها في بطوله افريقيا. نورتنا يا شريف بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله المره الجايه نتقابل فيها نبقى بنحتفل بوصول مصر لكاس العالم. كل الفوارق دي بتدوب 11 راجل في الملعب الروح والشخصيه بتاعت منتخب مصر تخلينا نعدي ماتشات اصعب من السنغال بكتير. واللي عنده طموح يلعب مع الكبار في كاس العالم بالتاكيد ما يخافش من مواجهه اي منتخب افريقي حتى لو كان السنغال. باذن الله ان شاء الله موفقين. كل التوفيق لرجالتنا. بشكر شريف سالم طبعا ضيفنا النهارده في السادسه. بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل على كل خير دايما على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي ليكم.